ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. كان بي في صلة من رجاله كما حف بالليث الأسود اللوابد يخوض بهم بحر الوغى وكأنه لواردهم عذب المجاجة بارد. إذا اعتقلوا سمر الرماح وأشرعوا سيوفا أعارتها البطون الأساود فليس لها إلا الصدور مراكز وليس لها إلا النحور مغامد. يقاسون شدات الكمات بأنفسهم إذا غضبت هانت عليها الشدائد. أولئك أرباب الحفاظ سمت بهم إلى الغاية العليا النفوس الأماجد والله حوى شبان وادي الغاضرية والعام من الخيمة وخلوها خلية شبان محلاهم ورا وحسان جدا والخيل مسروج عليها ترف رفع لا والقوم ممتد من الكوفة إلى الشام إلى من ذكرت أحوالهم يغشى عليه شبان طلعوا من المدينة صغار وكبار وظلوا يجدون المسير بليل ونهار ويلي عليهم يوم هذا كالظعن سار وحسرتي من يوم نزل الغاضرية شبان ما نبتت الحاهم كلهم أولاد ما حد بقي منهم سواه زي اللعبة مطروح في الخيمة يون محيق لوساد ونا يطوح ويون ونا خفية تبكي عليهم أمهات ما تهنيت ولا عليهم بالمنايا صغار ظنيت ويلي عليهم يوم شافتهم وحنيت شهقت من الحسرة وقالت ويعلي قال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا الأكفاء
وزوج الأكفر. ترى الكفاءات المادية أيضا مبسوطة، ربما لأن لها أثر، فمن تزوج من هي أعلى منه ماديا لا شك أنه ذل. لأن المرأة على الأكثر لا تكون في طاعة الزوج إلا إذا رأت أنه أعلى منها مادة ومال، وهي مستاجة باقتصاده. ولهذا حاول أعداء المرأة، أو قل أعداء الإسلام، وأصروا على أن يعطلوا أيدي الرجال ويستبدلوها بأيدي النساء، لا لحب للمرأة وإنما لحب تخريب النظام. النظام الإسلامي يجعل للرجل القيمومة على المرأة، وأنه ولي لها ويجب عليها طاعته. ولكن هل الرجال يتقيدون بما يقرره الإسلام حتى تتقيد المرأة؟ هي أولى بخلاف، فهي لا تخضع بطاعته وتسمع كلامه وأمره وإرشاداته إلا إذا عرفت أنها محتاجة اقتصادياته. أما إذا كانت هي غنية وأغنى منه وهو المحتاج إلى اقتصادياتها، وأن ترفده وتعطيه، أي قيمومة بقيت له؟ والذين يرغبون في أن لا يتزوجوا إلا ثرية أو على الأقل تعمل ولها راتب كبير، بظن أنها ستتعاون معه، فبدل أن ينفق كل راتبه ممكن أن ينفق ثلث والباقي يختزنه. كثيرا ما يخيب ظن هؤلاء إلا أن يتنازل عن حقه، وأن لا تكون له زعامة ولا رئاسة ولا أمر عليها، وكذلك إذا تزوجت بنت الفقير غنيا ربما إذا كانت تهيمن عليه بجمال فائق يخضع لميوله إلى جمالها، ولكن الجمال سوف لا يبقى. ما هو إلا مرضى وحده وراح له، ما هو إلا أقل حادث وراح جمالها، عورت عيونها، مرض صدمة طاحت سنونها، وهكذا فذهب منظرها الذي من أجله يخضع لها، فأي عنوان بقي لها؟ إنه ينظر أباها فقير ليس من طبقته. فعلى الأكثر تكون ذليلة له. فالرسول يقول تزوجوا الأكفاء وزوجوا الأكفاء، والطبقة تتزوج من طبقتها، لابد أن ينظر الأحوال المادية والمراتب الاجتماعية.
ولكن الأهم من ذلك هو أن تكون كفءا له في دينه وعقيدته، ويكون كفءا لها في دينه وعقيدته، في دينها وعقيدتها، أي يجمع الزوجين دين واحد وعقيدة واحدة. لأن القضية قضية الزواج ليس هو استئجار أو ما أشبه ذلك، وإنما هي مشاركة وشركة. وللشركة نتاج، وإذا لم يكن الهدف الأخلاقي والديني موحد بين الزوج والزوجة تذبذب الأولاد، فلا يدرون ما الذي يتبعون، أعقيدة الأب أم عقيدة الأم. فالذي مثلا يرغب أن يتزوج بمسيحية أو يهودية، هب أن بعض العلماء ربما أجاز، وكثير منهم يقول بالعقد المنقطع، وهذا يمنع العقد الدائم، ولا أدري أي علة. إن كان العلة التوارث، وهناك قاعدة، الكافر لا يرجو، وجوزوا أن يتزوج المسلم المرأة الغير المسلمة منهم بالعقد الدائم أو بالعقد المنقطع، لكن أن تتزوج مسلمة بكافر فممنوع. على كل، بناء على الجواز حتى بالمتعة مثلا، لأن الأولاد كما تأتي من العقد الدائم تأتي من المتعة، وليس بمحدود بحد قصير، مثلا المتعة قد تكون 50 سنة، قد تكون 60 سنة، ماذا؟ فإذا بعاشرة 60 سنة ما بيجيب أولاد، ذراعه وسيتولى تربيتهم وتوجيههم وهو مشغول بطلب معاشه، يعني معاش بتربيهم الأم، وسوف تغذيهم قالبا وقلبا، تغذيهم بالعقائد التي هي تحملها وبالدين الذي هي تحمله، وسوف لا يكون للأب إلا أثر ضئيل إذا حرص على ذلك، إذا حرص، وإلا لا يقدم على مثل هذا إلا في الأكثر ما لا، من لا يتمسك به. ما صارت أولاد نصارى يقود بانية يصيروا يصيرون، المهم أنا أحصبها الجميلة وتولى هذا الحال. إنه من خلف نظرة عينه لا ينظر لمستقبله ولا مستقبل ذريته الذين هم خلف له في المجتمع. يقول الحديث المشهور، الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ما استفاد امرؤ مسلم بعد الإسلام، يعني بعد الحصول على فائدة الإسلام من هذه الحياة، أي يحيا مسلما صلته موثقة مع ربه لا منقطعة، لحتى لا يخسر حياته، لأن الكافر خسران الحياة مهما كان عمره، هذه فائدة بالنسبة لحياته المستقبلية وهي الأخرى. بعكس المسلم فإن له مستقبل ظاهر، وكلما كان ملتزما أكثر
في الإسلام كان مقامه أعلى. وإذا بقي موحداً وإن كانت له ذنوب ربما أوجبت دخوله النار، لكن لا يدخلها مخلد. قد جاء أنه لا يخلد في النار موحد. فأهل التوحيد سيجمعهم توحيد الله في جنتين، إلا أن هذا أسقط منه. هذا يطلع من قبره وما الأحساب ودوه الجنة، كما يقول الرسول: يحشر أناس يوم القيامة وجوههم تصفع نور. ثيابهم نور، على نجب من نور، يدخلون الجنة بغير حساب. والله استهزئ ذلك. لا حرنا عطشنا زحامنا خوف ولا ارتعاش أبدا. يخرج من قبره وقبره جنة، ويساق إلى الجنة من حين توفي إلى أن يرد الجنة في جنة. أجل طيب هذه، يا ليتني كنت معه. فقال رجل من أصحاب الرسول: أنا منهم يا رسول الله. قال: لا. قال ثاني: أنا منهم. قال: لا. وأنت أطيع. قال ثالث: وأنا منهم. فمد يده على هامة علي وكان جالسا عند المنبر، فقال: هذا وشيعته. ذولا اللي دخلون الجنة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، لكن بشرط التشيع. لا بالادعاء ولا الانتماء فقط، لا. ذول شيعة من النمط العالي ومن النمط الداني، لا، من النمط العالي، لأن التشيع مراتب. وذول من المرتبة العليا. طبعا حق لهم هؤلاء ان يتساءلوا: انا منهم، انا منهم. في رواية ثانية: الذي سأل امير المؤمنين، يعني سأل النبي: من هم يا رسول الله؟ قال: شيعتك هم. ضرب النهج السيارة، الشمس تضرب فيها. شيعتك هم وأنت إمامهم. اللهم اجعلنا من شيعته، واحشرنا في زمرة محمد وآله. شاهدنا الزواج له أهمية كبرى، فيجب أن نعيره اهتمامنا وننظر لا للذة المؤقتة وإنما لمستقبل، مستقبل الذرية. فمن المسؤول من أن لو تنصر أولادي وتهودوا بسببي زواجي بأم نصرانية أو يهودية؟ المسؤول ألست أنا؟ أنا الذي ضيعته، أنا الذي أضعت ذريتي، أنا الذي أدخلتهم نار جهنم. التربية والتوجيه في الصغر له أثره. إنه يرسخ العقيدة
فعليه لابد من اتحاد العقيدة بين الزوج والزوجة حتى لا ينشأ الطفل وهو متذبذب. صاحب هذه العقيدة يجتره إليها وذاك يجتره إليها، فلا يدري أي عقيدة ينتمي إليها. ما استفاد امرؤ مسلم بعد الإسلام بفائدة هي خير، هاي الفائدة رتبة ثانية، الإسلام هو الفائدة الكبرى، الفائدة التي هي تقرب منها أن يحصل على امرأة تسره، يقول النبي تسره إذا نظر إليها بحسن سلوكها معه وطاعتها له ورضاه عنها ورضاها به واحترامه ثم وهيئتها، وهو أنه لا يراها إلا على هيئة حسنة. وهذا هو جهاد المرأة في سبيل الله. كثير من النساء جئنا إلى رسول الله يطلبنا المشاركة مع الرجال في قتال أعداء العقيدة والدين، فقال الرسول جهاد النساء كبعلهن لأزواجهن، هذا جهادهن، وهي صد الزوج عن كثير من معاصي الله بطاعتها له وملء قلبه بحبها ورضاه عنها. ولذا جاء من تزوج فقد احرز نصف دينه، وكل مرأة تجعلني انا محصن، لا، اذا كانت دائما وابدا تسيئني ولا تسرني وقد خرجت من قلبي وشعرت انها عدو وانني احذر منها لانني لم اكن متزوجا، ولكن اذا ملكت قلبي بجمال قلبها وقال بها وحسن سلوكها كفتني مؤونة كبيرة، حتى جاء ان المرأة الحسنى تعين زوجها على طلب الجنة. الرسول يقول تزوجوا الأكفار وزوجوا الأكفار، ويقول صلى الله عليه وآله شارحا بالكفاءة الروحية بغض النظر عن الماديات، المسلم كفو المسلم، المسلم الملتزم بالإسلام كفو المسلم الملتزم بالإسلام. القاعدة الكبرى في التزاوج هي هذه القاعدة، من أتاكم تعرفون دينه وأمانته تزوجوه، إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالفعل وقعنا في الفتنة والفساد من حيث التمحور والأهداف والغايات الغير نبيلة، إما أنه لا يريد أن يزوجها لئلا يشارك في ماله أجنبي كما هي عادة، حط البنات 4-5 بنات يوصلون 50 سنة غير الزواج، ليش؟ ينتظر غنيا مثله أو من هو أغنى منه يخطب بنات حتى يزوجهم عليه، وهذا أو لا يريد بالبتة أن يزوجهن حتى لا يدخل عقيدة
جاهلية من أهداف قريش حين أخذوا، أو العرب حين أخذوا يئدون البنات من أهدافهم حتى لا تدخل على المال أجنبي، لأنها قد تتوفى أو يتوفى أبوها ولها أولاد من هذا الأجنبي، ثم هي تتوفى فيرث هذا الزوج، أحد الأولاد توفى من عنده سهمه لأبي، وهكذا وهكذا، يتصل بالميراث بالمال هذا هم يريدونه، لأنهم لا يرون بنات البنات، بنات أو أولاد البنات ما يرونهم أولاد، لا بس أولاد الأولاد، أما أولاد البنات يعدونهم أجانب. حتى قال شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا، بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعي. وحتى بلغة الشعبي يقول شاعر شعبي: ولد الولد ولدي، ولد بنتي لا. وهذا هذه عقيدة جاهلية. إنا لله. من أتاكم تعرفون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا ذلك تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا عرفنا التكافؤ هو أن يكون الزوج مسلم وهي مسلمة، بغض النظر عن المراتب المادية يكون مسلم. يقول صلى الله عليه وآله لأصحابه: أتدرون لما زوجت ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب بالمقداد ابن الأسود؟ وين هاي بنت ملك مكة، بنت حاكم مكة، بنت حكومة مكة، مو الزبير بن العوام، الزبير بن عبد المطلب بن هاشم، هذا حكومة مكة، رئيس حلف الفضول العربي الذي قال الرسول: خير حلف عقدته قريش حلف الفضول، ولو أدركته لشاركت فيه، لأنه حلف قائم على مكافحة الظلم وحماية المظلومين. بلغت الفحة بأهل مكة أن إذا تاجر عنده تجارة بيروحوا يسومونها، يرسم واحد بس نائب عنه، يعني إذا إجا هذا يسوم هذا يسوم هذا يسوم هذا يسوم، يعلي قيمة البضاعة، مرغوبية الناس. لكن إذا ما إجا أحد أصبحت بضاعة بائعة، فيكتفي من المصلحة بأقلها، أو رأس بريد رأس ماله فكها التجارة هاي البلوة، فإذا اشتراها هذا يتقاسمونها ما بينهم، فيصير المسؤول من واحد دامت عن وفاء ثمن التجارة، أما يهرب أما يختفي أو يماطله أو يجحده أيضا ويتعاون معه على جحده. حتى شاهد سمعة مكة فانعقد هذا الحلف من عدة قبائل يمنع من أن يجري في مكة مثل هذه الضحى، ينتصرون لها الغريب المظلوم، ينتصرون لها، فهو حلف طيب. زعيمه الزبير بن عبد المطلب هذا الحلف، يعني قبيلة بني هاشم شاركت في هذا الحلف مشاركة فعالة. فالرسول قال لهم: تدرون ليش تزوجت بنت ملك بواحد مولاه المقداد؟ ما هو حجازي هذا؟ ها؟
هذا من اليمن من بني العون الظاهر فيما أذكر، لكن أبوه قتل رجلا فطول فخاف وهرب من عند قومه من اليمن إجا الحجاز، وبما أنه غريب لا ينتمي إلى عشيرة والبيئة تقتضي أن ينتسب الرجل إلى عشيرة وإلا فكان ضعيفا كل من لقى حضرات بلتره، فنال فجاء إلى الحجاز وانتمى إلى بني كند. خرمت بالنسبة لبنته الزهرة، الرسول كما هو المشهور عند بنات الزهرة كل من خطبهن زوجها ما توقف عن زواجهن، وإن كان هناك نقاش في كونهن بناتها أو ربائبة، نشوف المسلم كفو المسلم بالنسبة للزواج بالزهرة الخضر بعد هذا ما جاء. كل من خطبها قال الرسول أمرها إلى ربها. الزهرة من حين بلغت مبادر النساء جاء الخطاب إليها من كل مكان من أكابر الصحابة ومنهم من بذل من أجل الزواج بها أموال كثيرة من جمال من بقر من غنم من ممتلكات من فلوس، حتى غضب الرسول وقبض قبضة بكفيه من الحصباء وألقاها في حجر هذا الخاطب وإلهي يدره ويراقيه. قال أنا قادر على مثل هذا، أنا جلت لك أنتظر فيها أمرك، وكأن يقول هاي زواج مفيدة زواجها بيد الذي خلقها وهو الله، يخطبها مسلمون لخطبها، خطبها أبو بكر ابن أبي محاكم، فجاء وقال أعلمتم يا رسول الله مناصحتي في الإسلام وقدمي وإني وإني؟ قال وماذا؟ قال تزوجني فاطمة وأعرض عنها، إعراض يكفي. جاء ثاني وقال يا رسول الله علمت مناصحتي في الإسلام وقدمي وإني وإني؟ قال وماذا؟ قال تزوجني فاطمة فأعرض عنها. فذهبا إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يعمل في زرع النخل، فقال له لقد خطبنا لأنفسنا فاطمة فأعرض عنا رسول الله، ولعله أبقاها لك فما يمنحك من خطبتها. ما أدري نحسن الظن نسيئة نسيئة، إنهم يريدون أن يسووه بهم لعله يطرده رسول الله أو يعرضه. على كل علي غسل يديه من التراب ولبس رداءه وكان الرسول في بيت أم سلمة، فلما جلس سلم على الرسول جلس مطأطئا راسه والعرق يتصبب من وجهه حياء من رسول الله، فالتفت إليه الرسول بلطف
علي ألك حاجة؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما حاجتك؟ قال تزوجني فاطمة. أنا جاي أخبرك اتعمها. فابتسم الرسول حتى بدت نواجذه وقال هي لك وأنت بعد. يا علي قبل مجيئك بقليل نزل علي جبرائيل من السماء وبيده سنبل من سنبل الجنة سنبل من ذهب وريحان من ذهب وأعطاني. قلت ما هذا يا جبرائيل؟ قال هذا من بشار فاطمة. يا فاطمة بنتك إن الله زوجها في السماء وأعلن زواجها في الجنة وقد تزينت الجنة وأن الله أمر شجرة طوبى أن تنثر فأخذت تنثر المعالي واليواقين وصار أهل الجنة وهم الحور يلتقطون منه ويتباهون ويتحادون فالجنة معيدة وأهلها معيدين كثور هتميس أشجار هتميس. وقد بعثني إليك جل وعلا يقول زوج النور زوج علي من الزهرة وزوج الزهرة من علي. فكان الله خطيبها وجبرائيل شهيدها. تم الزواج بهذه الصورة المبسطة. هل عندك ما؟ لا أملك شيء إلا جرعي وفرسي وسيفي. قال فرسك ليس لك غنى عنه سيفك ميلك غنى عنه لكن بع درعك واعطني بثمنه. باعه 480 درهم وما حسبها لإجابة من عند المشتري وصدها أمام الرسول. فأخذ النبي مهر الزهر ودخل به عليها نهوت وسلمت عليه وقبلت يده فقبل وجهها جلس بنية فجلست فصبت دراهم في حجرها. ما هذا يا ابن؟ قال هذا مهرك ساقه إليك ابن عمك علي وقد زوجتك به أتقبلينه زوجا؟ فقالت يا رسول الله قبلت عليا بعلا لي وإفي لكن المهر قليل. زهراء زوجك فقير هذا هو من باع درعه. نزل جبرائيل من السماء قل للزهراء ان الله قد اعطاها خمس الارض خمس الكنوز خمس المعادن في اول ذريتها برها وبحرها وسهلها وجبلها. عرض عليها الرسول العرض قالت المخلوق. نزل جبرائيل قل لها قد جعل الله الارض كلها ملكا لها فمن مشى على الارض وهو مبغض لفاطمه فمشيه على الارض حرام. عرض عليها قالت المخلوق نزل جبرائيل قل لها ان الله قد اعطاها 4 أبحر في الجنه سلسبيل وزنجبيل وعسل مصفى وتسليم. عرض
عليها يعني الجنة، وانتم عشان تشرب بهم الزهر تشرب منهم تشرب بحار هي، وإنما ما سقت هذه البحار فهو ملك للزهرة، الجنة صارت ملك للزهرة والأرض بيها ملك سيحون وجيحون وشط النيل وشط تقول رواية الزهرة قبلت السبعة وقالت هذا الثامن ما يريده، هذا شط الفرات ما يريده، أرى ذكره ثقيل على قلبي. يا جبريل وقال يا رسول الله قل لها تقبلوه، لا بد من قبول هذا. ليش؟ قال بأن ولدها سيقتل عليها كامل. على كل يلا لها بعد المهر قليل. قالت نعم. كذا كتنجي قالت أريد أمتك، أراك دائما وأبدا يا أبتا مهتما بالأمة، وأنا أريد هالأمة تجعلونها مهرا لي يا أم عمي. تكثر الروح أمات تحذر بيك أمات في عدل ذريتها أمة أمة محمد هاي تسعبهم الزهراء تريد أم هرلة تريد أم خاصة اللي بيحبون ذريتها اللي يعزون على مصايب ذريتها اللي تشوفهم يدقون صدور على ذريتها. نزل جبرائيل ورقة آس مكتوب عليها بقلم النور جعلت أمة محمد قبالة بفاطمة، وثيقة يقع نبخ فيها ونحطها في حب طويها الوثيقة، وإذا توفيك وصي على علي قبل الوفاة أن إذا دفنك يدفن هذه حتى تخرجي يا بني يوم القيامة وثيقة الشفاعة عندك ترضين على الله. هذه وثيقة أمة محمد صوبي. على هذا الأساس تم الزواج وصارت ليلة الزفاف والوقت قد انصرف، صارت ليلة الزفاف وهيئت ناقة للزهرة، واجتمع بعض بني هاشم وبعض الصحابة الكبار، وجاءت نساء النبي وكثير من نساء الهاشميين وحفوا بتلك الناقة. هم ودينا وين؟ بيت علي. علي ما دخل على الزهرة بيت النبي، لا استأجر بيت جانب من بيت أحد الصحابة، وقيل لا بيته كان في الأصل في ظهر مسجد قباء، ولذا احتاج الرسول أن يركبها على ويوجد هناك إذا لم تزله الأيدي مقام يسمى مقام علي بن أبي طالب في ظهر مسجد قباء. على كل يقولون هذا بيت علي بن زف والزهرة. إليه ومشت ومشرك الزهرة على ناقتها والنبي يمشي قدام والصحابة من خلف الناقة ونسى النبي ونسى بني هاشم يزغردن ويكبرن ويهللن وينشدن الأشعار اللي جابوها بيت علي. بيتعلي ملاه كعلي بالكثيف بالرمل حتى يصير لين حصير فراش من أذن وهكذا، وجلس وجلس الزهرة بدار علي وحفت حولها النساء عروسا
وإذا بالباب يطرق تقول سلمى أخت أسماء بنت عميس. سلمى بنت عميس وخرج. من هذا؟ قال رسول الله. أهنا أخي علي بن أبي طالب؟ قلت يا رسول الله أخوك علي بن أبي طالب؟ نعم أخي. أخوك وتزوجه ابنتك؟ قال نعم أخي وأزوجه ابنتك. الخوة اللي بيني وبينه ما تمنع أن يتزوج ابنتك. مي أخوة عنصرية؟ لا. بلى يا رسول الله. فتح الباب ودخل. دخل وأمر النساء بالخروج. وجلس الرسول ودعا بالزهرة وأجلس إلى جانبه ونادى بعلي وجلس إلى جنبه. علي منه والزهرة منه. وأخذ يد علي وأخذ يد الزهرة ووضع اليدين في بعضهما بعضا وقبض على اليدين يد الزهرة ويد علي. والتفت إلى علي. زوجتك خير زوجة. والتفت لها زهراء زوجك خير زوج. علي أتعرف هذه المرأة؟ كنحف يا رسول الله هذه مضعتك فاطمة. إذا أعرف تعرف بهذا لكن تعرف أنها وديعة الله وأمانته. يا علي جبرائيل نزل علي فيقول رضا فاطمة رضاي عن الله وغضبها غضبي. ثم التفت للزهراء أتعرفين هذا الرجل؟ نعم يا أبتاه هذا ابن عمي علي. قال أعرف. تعرفين بهذا؟ لكن جبرائيل جاءني وقال قل لفاطمة لا تغضب علي لا تغضب عليا فإن غضب غضبت. ثم قال بارك الله لكما وفي نسلكما. ينظر للزهرة ويبتسم النبي وينظر لعلي ويبتسم فرحان مسرور. اتصال النورين التقاء البحرين. يحقنا يسر هاي الاعراس اعراس روح وسرور وفراح. ابو العاكد وابو البنت يلطم والعروس تلطم والعريس يلطم وشهود العقد يلطمون. يا بجالس في غيمتها وإذا قد دخل الحسين غيمتها ويد القاسم بيده. أجلسه إلى جانبه قال أخي أين البنت المسمات للقاسم؟ أخي شو تريد بيها؟ أريد أزوجها بهالولد بهالشباب فإنها مسمات إلى. قالت له أخي أزواج في هذا اليوم. هذا اليوم يوم المصايب يوم الكرب يوم الأحزان هذا يصير يوم زواج. نعم يا أخي وصية قد وأمشي للآخرة أريد زوجة قبل ما أموت. علي بالبنت خرج زينب تريد البنت ويتدق على صدرها حزنا. دخلت على العروس واذا هي تبكي على عمها وتلقب راسها. عزيه على العباس محطوطه. وعد بها قومي بني ابوك يريدك. عم وما يريد بابي؟
إنه يريد أن يزفك على ابن عمك القاسم يا بني. شاكت العروس حتى كادت تخرج روحها. عمد عيني يا عم لا تبلوني بالأحرار. هل يوم ما هو يوم أحرار؟ ما يرضى وهل وما يرضى والله وانا فحدوها زعبا. واي ماما يا عم احنا للعرس ما جاز جاسم ولد جنه غصن ما يبغى عراس الشعر مجزا. ايه شباب ايه اليوم يوم الشباب. هذا امرك ولا بد من انفاذه يا عم الى ابويا حضارة ابا طيح بحجرة وضانا وبابكي وبهل الدمع مسوى ماذا معرس وحفاس مذبو. خذت بيدها واقبلت بها الى ابيها فلما ادخلتها الخيمه رحب بها الحسين مرحبا بك يا بني اذا تعالي عندي. خذ بيدها واجلسها الى جانبه. بني قد زوجتك بهذا الشباب ابن عمك القاسم اترضينه زوجا؟ سكتت. وهناك الشريعه تقول السكوت من الرضا. رضا البنت سكوتها. فلذا انشا الحسين صيغه العقد ويوم تم العقد اخذ يد القاسم واخذ يد سكير على العاده ووضع يد القاسم في يد العروس ويد العروس في يد القاسم. اخذ ينحب والعروس تنحب والعريس ينحب وزينب تنظر وتنحب وهي تدق صدرها. عرس حسرة عرس حسرة. هذا تصل الخبر بالنساء في المخيمات فافتجعنا النساء وقام الضجيج. واي ماما سمعت ام القاسم ولا تبعت سونه اقبلت الى الخيمة خيمة زينب واذا القاسم جالس الى جنب عمه والعروس جالس الى جنب ابيها وقفت تنظر اليه جاتك عروس من بعد ابنا. والله يا جاسم زينك توصى يا عمي. واسمع يا جاسم الله على الفرح وانت من اهل لا يكون يا جاسم تملح يا حب متغسل.
تغير شكلها متغير بذبحة جاهلها. أخي حسين كيف هذا وهذا شباب وله شره الشباب وانت الآن تريد الزفاء؟ وين الشباب اللي زفاء؟ أين الرجال يا أخي؟ لو خير افردي خيمة للمعاريس وهيئوا العروس وانا سامضي بالعريس الى اهله. سامضي به الى اهله وانعديهم يعطون بزفافه. اخذ بيد القاسم أقبل بين المعركة وإذا الأجساد مفرحة. هذا على يمينه، هذا على شماله، هذا مبتور رأسه. وقف ينادي رجاله يا بني هاشم عون يا حفار عبد الله يا بني هاشم قوموا نزف الشباب. حبيبي حبيب مسلم ابن عرسجة علي بن مظاهر يا انصار دين الله قوموا معي نزف هذا العريس. واي ماما قوموا معي نزف هذا الشباب. فلم يجبه احد. فلم يجب احد فمشى بالعريس قايد الله حتى صعد به تلعه واشرف على المسنات فصاح باعلى صوته عباس ابن الوالد عباس حزام وهر عباس. الذي على المشرعه ولت رويه هذا جاسم زعفينا ان هروها من زفته. ما سيدا شركتي بيت لما عرجنا عش محرانك الظلو ابعجل
عثمان يا ابن امي يا ابن